الرسالة الملك السابعة التي وجهها للمشاهدين في المؤتمر الوطني الأول لمبادرة الوطنية لتنمية البشرية والتي نظم في الصيرات بتاريخ 18 و19 سبتمبر حيث قال جلالته: غير خاف عليكم من الاستثمار في الجوانب الغالية لتنمية البشرية والذي يعتبر طفولة المبكرة أحد محاور الأساسية يشكل المنطلق الحقيقي والقاعدة الأساسية لبناء مغرب الغد وأحد التحديات الواقعية التي نراهن على كسبها من أجل فتح آفاق واعدة وتوفير فرص جديدة أمام الأجيال الصاعدة. إنسان صاحب جامع. ففي تصورها الجديد تركز المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على تنمية الرأسمال البشري مع تثمين مكتسبات المراحل السابقة عبر البرنامج الأول والثاني واللذين يضمان تضارب الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وعبر البرنامج الثاني والذي يخص مواكبة الأشخاص في وضعية الشاشة. ثم عملت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في المرحلة الثالثة على إطلاق جيل جديد من البرامج. فالبرنامج الثالث والذي يخص تحسين الدخل والإنتاج الاقتصادي للشباب وكذلك أهم البرامج التي تم إطلاقها والتي سنتحدث عنها بإسهامي في هذا العرض والذي يخص أي البرنامج الدفع للرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. فهذا البرنامج أي البرنامج الرابع يساهم بمواكبة الأطفال والشباب في المراحل الأولى من العمر وذلك عبر المساهمة في تحسين الصحة والتغذية عند الطفل والأم تعليم التعليم الأولي وخاصة بالعالم القروي ثم تشجيع التفوق المدرسي وتفتح الشباب. وفي هذا العرض سوف نركز على أهمية الطفولة المبكرة وتدخلات المبادرة الوطنية لتنمية البشرية خلال هذه المرحلة. فقد يتساءل البعض عن جدوى التركيز على هذه المرحلة وما هو دور المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. الأجوبة سوف تجدونها خلال العرض. فتنمية الطفولة المبكرة تعتبر وطيدة الارتباط وهي تنمية متعددة الأبعاد وكذلك تنمية متعددة المراحل. فالطفل هو بطبيعة الحال في صلب تنمية الطفولة المبكرة وهذا الطفل لا يكبر معزولا إنه محاط بمجتمع سيؤثر على تطوره كالأب الأم الإخوة الأجداد أو الجيران. وهذه فئة بنوعها تتأثر بالبنية التحتية والخدمات المتاحة كالولوج إلى التعليم، الولوج إلى الخدمات الصحية وكذلك البنية التحتية. وكذلك تتأثر بالبيئة المجالية والجغرافية كصعوبة الوصول إلى الخدمات، المناخ، التلوث إلى آخره. لهذا فتنمية الطفولة المبكرة هي متعددة الأبعاد وكذلك مترابطة. فتنمية هذه الطفولة هي كذلك متعددة المراحل فهي تبدأ قبل ولادة الطفل عندما تكون الأم والأب المستقبليين في سن الشباب. إذن ثم تأتي مرحلة الحمل تليها مرحلة بين الولادة وستة أشهر ثم المرحلة بين ستة أشهر إلى ألف يوم في ثلاث سنوات ثم المرحلة بين ثلاث إلى ست. فبالإضافة إلى الصحة والتغذية والنظافة في سن ثالثة العمر يجب إلى اهتمام خاص بالتنمية المعرفية والاجتماعية للطفل خاصة من خلال التفاعل من خلال اللعب وكذلك تسجيله في التعليم الأولي. فباتباع هذه الممارسات الجديدة لتنمية الطفولة المبكرة
سنحصل على طفل أو طفلة في سن السابعة في صحة جيدة، وكذلك في طفل أو طفلة في يقظة ومستعدين لبدء تمرس ناجح. وقد رأينا أن تنمية الطفولة المبكرة هي مترابطة بتعدد الأعمال وذات مراحل متعددة. الأمر إذن يتطلب تعبئة جميع الجهود والمزيد من المترقبين، لأنه سؤال يهمنا جميعا. فيما يلي معا سوف نتطرق إلى أهم الأمور التي يجب التركيز عليها في كل مرحلة الحياة. فالحمل يعتبر مرحلة حساسة، خلال هذه المرحلة يجب إيجاد اهتمام خاص بصحة وتغذية المرأة الحامل، حيث يجب ضمان التغذية الجيدة لها، توفير المتابعة التربية، وكذلك ضمان الولادة في وسط مرح. فكما جاء في الكلمة التي أعطاها السيد عامل صاحب الجلالة حكيم العلايش، الإحصائيات أو الأرقام لا تكذب، وهذه الأرقام هي متفاوتة بين الوسط الحضري والوسط القروي، فنجد نسبة الوفيات عند الولادة في الوسط القروي دائما مرتفعة وتشكل أضعاف ما يحدث في الوسط الحضري. فالوفيات مثلا عند الوضع هي من أهم تجليات النقص في الرعاية. وفي هذا الإطار رسالة الذكر نجد تباينا بين المجالين القروي والحضري، وهذا راجع إلى بعض السلوكيات التي تمت ملاحظتها والتي تؤدي إلى عواقب جد وخيمة، كمتابعة طبية سيئة، تغذية سيئة وغير متوازنة، استهلاك منتوجات غير مصروف بها، الإجهاد في العمل، وكذلك الوضع والولادة في وسط غير مرعب. إذن كلها عوامل تشكل خطرا على الأم والطفل. فعلى الأم مثلا سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات الدقيقة مثل الحليب، مما يؤدي إلى فقر الدم وخطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل. في المغرب لدينا معدل 37.5% من النساء الحوامل يعانين من فقر الدم ونقص في التغذية. كما أن هذه السلوكيات يمكن أن تؤثر على صحة الجنين، بحيث أنه يمكن أن يصاب بتشوهات قلبية والولادة المبكرة، وقد يعاني أيضا من اضطرابات صحية ومعرفية. وللمساهمة في تحسين صحة الأم والطفل، شرعت المواطن الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة واليونيسيف في بوابة منظومة جماعية ترتكز على تحسين جودة الخدمات لدور الأمومة وتزويد المراكز الصحية بمعدات تربية وشرعة تربية، إضافة إلى إشراف تدريجي لوسطاء جماعيين. فبالاعتناء بتغذية الأم والطفل والمتابعة الطبية يمكن تجنب هذه المخاطر والحصول على فترة حمل سليمة. الآن أتقاسم معكم رسالة أنجزت في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة بشراكة مع وزارة الصحة، والتي تلخص الممارسات الجيدة التي يجب اتباعها أثناء الحمل.